مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا نتجول في أروقة معرض الشارقة القرائي للطفل، وتوقفنا هنا عند الجناح المميز، جناح الشارقة صديقة للطفل. نسلط الضوء على مشاركتهم في هذا المهرجان، ومعانا الدكتورة سندس علي العجرم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا حبيبتي. دكتورة، لا تخبرينا عن مشاركتكم في هذا المعرض. الحقيقة احنا مشاركتنا قصص، نعمل قصص أطفال إلى علاقة بالصحة. فمثلا عندما يغضب اليوم قصتنا عندما يغضب الكمبيوتر والمحمول وأخيه المحمول، شو معناها؟ معناها سوء استخدام هذه الأجهزة، شو يعمل بالأطفال من مضاعفات، بس عن طريق قصة وكارتون. فالأطفال حيحببوه وشوف، يعني يمكن في أعمار ما ممكن يسمعوا قصص بهالأسلوب، لكن شوف الهدوء اللي هم فيه، لأن نعطيها بطريقة مشوقة وممتعة، وبعدين أنا أكتبها أنا أرسمها، فيعني أنا عارفة شو كيف يوصل لها. وفي قصة مثلا صديقان عن تغذية الرضيع، كيف يجب أن تكون مثلا فقط الرضاعة الطبيعية، وشو منافع الرضاعة الطبيعية ومخاطر الرضاعة الصناعية. كذلك كيف إحنا في الإمارات الأطفال يلعبون بالشمس يصيبهم حرارة فيدخلون داخل ويلعبون داخل ويصعدهم نقص فيتامين دال. في عندنا قصة عن فيتامين دال نقصها، بس طبعا العنوان مختلف، ماذا حدث لنا، وأطفال زعلانين ماذا حدث لنا. فكل يعني فيتامين دال شو يعمل من هاي في القصة، في كم طفل عنده، فنعرف شو يسوي فيتامين دال من أعراض، وبعدين كيف الحل، وبعدين أيضا أنه حتى الفكرة أنه هذول الأطفال ليه فيتامين دال مهم، على شكل قصة وعلى شكل سيارة وعلى شكل عامل بناء، فيعرفوا بطريقة محببة مشوقة. يعني أنا حتى يعني أفضل أنه طبعا في على الزكام وكيف علاج الحرارة بدون استخدام أنتيبيوتيك، بدون استخدام حتى أنتيبيرول، أي دواء هاي ما في بدون دواء في الحقيقة، يعني شو العلم الحديث يقول. فوليه فهذا الطفل، يعني في واحدة من الأطفال قالت أنا من مرضت اتحممت ونزلت، بس ما كنت أعرف إنه لازم على طول أتحمم مثلاً، والحين أعمل كده شوربة أشرب، فالكل سمع. فيعني أنا برأيي إنه التعليم يجب أن يكون بهالأسلوب على شكل قصة. إذن رسائل توعوية من خلال القصص. نعم. كيف رأيت الإقبال، إقبال الأطفال؟ جدا رائع. يعني حتى الأطفال اللي هم مراهقين وأولاد وصعب السيطرة عليهم أصبحوا يعني جدا رائعين، وطبعا تدخلي لهم شو تحب تصير أنت من تكبر، شو مدري شنو، وشوية شوية تحبهم القراءة. وأنت جاي يعني مثلا الحين إحنا بنشجع يحاول القراءة بالكتب، الطبيب نصحهم، فإحنا جايين معرض الكتاب، كم واحد مشتري كتاب، وأنتوا لازم تقرؤون أفضل من الكمبيوتر، الكمبيوتر مجرد معلومة تأخذوها من عنده، فالكل تشجع حتى يشتري كتب وعرف إنه الكتب هي الأفضل. هل هناك فعاليات أو ورش أخرى تقدمونها للأطفال؟ الحقيقة هي بس القصص السنة، بس قصص توعوية، وطبعا نعطيهم جوائز لجاوب على الأسئلة. هل رأيتي في أكتيفيتي ثانية؟ إحنا في صالة الأمهات، إذا صالة الأمهات إذا في حد عنده مشكلة في الرضاعة أو شيء يعني نجاوبهم هنا، نجاوبهم يعني في هاي صالة الأمهات لو عندهم مشكلة. طبعا دكتورة حصة هي مسؤولة المكتب جتي معنا. إذن توعية للطفل وللأم أيضا. كيف رأيتي أيضا إقبال الأمهات؟ الأمهات طبعا إقبالهم رائع، يسألون ويستقصون، وحتى المراهقين. احنا ايضا هنا مدينة صديقة الطفل اطفال واليافعين، الحين دخلوا اليافعين، فحتى المراهقين ايضا دخلناهم معنا. لو نتحدث عن القصة اللي طرحتوها اليوم، اليوم القصة هي عندما يغضب المحمول والكمبيوتر، أي عندما نسيء استخدامه ونستعمل أكثر من الكتب، والفرق بين أصدقائي يستعملون كتب كيف إنه هم هيلثي وصحتهم زينة، وكيف الأطفال اللي استخدموا الكمبيوتر سوء الأمراض اللي إصابتهم، وش كيف أخذتهم للطبيب، والطبيب شو نصحهم وتعملهم فحوصات، وشو الأمراض اللي كانت أصابتهم. حتى الأطفال الصغار إحنا أخذنا أعمار واستخدمت الكمبيوتر من العمر الصغير إلى اليافع شو يستوي له. هل في قصص ثانية تم طرحها؟ نعم، في تغذية الرضيع اسمها الصديقتان على الزكام، وكذلك نقص فيتامين دال بعنوان ماذا حدث لنا. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا، تسلمين، بارك الله بك. شكرا. مشاهدينا الكرام، إذن كانت هذه مشاركة جناح الشارقة صديقة للطفل المميز، رسائل توعوية للطفل وللأم. كانت هذه جولاتنا في أروقة معرض الشارقة القرائي للطفل. انتظرونا إن شاء الله في حلقاتنا القادمة. لكم تحياتي، أما الآن
عودة للاستوديو.